ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، وتعدد أسماء يوم القيامة من تعدد صفاتها، فإن هذه الأسماء ليوم القيامة أسماء وأعلام، فهي دالة على أوصاف لذلك اليوم. فيوم القيامة من أسمائه القارعة، لأنها تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم هولها وكبر خطبها. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وهذا للاستفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم وأنه يوم عظيم، يوم شديد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، في ذلك اليوم تكون حال الناس في موجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش. انظر إلى الفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض، وتراه أيضا في الليل عندما توقد النار يأتي ويتساقط فيها فيحترق، يتساقط فيها فيحترق. فالناس يوم القيامة هكذا يكون شأنهم، كالفراش المبثوث. في الآية الأخرى قال كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، رأيت مرة الجراد المنتشر، أمره عجب، بدون مبالغة في موجانه بعض وتحركه يبلغ طوله طول الجبل، وهكذا يموج بعضه متداخل في بعض. فهذا وصف لحال الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه حالهم. وتكون الجبال أي الصم الصلاب القوية كالعهن المنفوش، الجبال الصلبة القوية المتماسكة المتينة تكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش. العهن المنفوش هو الصوف المندوف، فأصبح بعد ندف لو هبت هواء يسيرة جدا تلاشى. هكذا تكون حال الجبال، تكون كالعهن المنفوش، العهن المنفوش الذي ندف وفصل بعضه عن بعض فأصبح كوما لكنه غير متماسك، ذهبت عنها تلك الصلابة وتلك القوة كالعهن المنفوش. ثم بين حال الناس في ذلك اليوم وأنهم على قسمين، فأما من ثقلت موازينه، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، ثقلت أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في الجنة، قريرة عينه بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله جل في علاه، راضية.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في عيشة راضية، أي في جنة الخلد، في هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبد الآباد. وأما من خفت موازينه، أي بالسيئات، بسبب السيئات والمعاصي والذنوب، فأمه هاوية، أي أن النار هي مأواه، النار هي مأواه وهي مكانه. أمه هاوية أي أمه النار، وقيل أمه أي رأسه هاوية أي في النار، يهوي على رأسه في نار جهنم. وما أدراك ما هي، أي هذه الهاوية، وما أدراك ما هي، هذا بيان لخطورتها وبيان حقيقتها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي نار شديدة محرقة. وقد جاء في الحديث أن النار التي في الدنيا أو النار التي في الآخرة، النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من النار التي في الآخرة، في نار شديدة محرقة، هذه الهاوية التي يهوي فيها من خفت موازينه، أي بالسيئات والذنوب. نعم.